عايز ألعب معاك لعبة دلوقتي. أنت زمايلك بتحبهم جدا في ليفربول وليك علاقات بيهم قوية جدا وبتاع، يعني مثلا مين اللي ممكن مثلا أنت خارج أنت وماجي وتقول له إيه تعال اقعد مع مكة وكيان عقبال ما نخرج، مين اللي تثق فيه يعمل بيبي سيتنج ليهم مثلا؟ طب في المنتخب ولا في ليفربول؟ في اللي أنت عايزه، لو أنت في مصر هتنقي مين وفي ليفربول؟ في مصر ممكن تريزيجيه. تريزيجيه. طيب مين اللي ممكن تقول له بقول لك ايه انا وماجي وقعنا في بعض وعمالين نتخانق تعالى صلح بينا؟ حجازي عشان دايما في صفي. طب مين اللي تعلق صورته في اوضتك كفان؟ كفان؟ انت يعني فان؟ لا علاقه كصحاب. عبد الله السعيد. طيب مش علاقه كفان. مين اللي ممكن تقول له الحقني الكهرباء ضربت في البيت والبتاع والنجاره؟ نني. نني اصحاب الطفوله. انا نني من 15 سنه مع بعض. انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي تملي لفوق.